يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه. حطوني في حته كده اسمها ستيفا، استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. I'll Google it. استني، معرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي، سو ازيك؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلاب شبيه. على فكرة أنا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. إن شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس أنت بقى لما تتحبسي المرة الجاية بقوليلي عشان أبقى أجيب لك عيش وحلاوة. باي باي. So funny وفيك قوي. على فكرة دي مش عينيها، دي لانسز. أنا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو أنت هبلة صح؟ لا أنا عادي. أنا مش فاهمة يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ أنا ممكن أخلي بابي يطلعني في أي انترفيو أنا عايزاه بكرة على فكرة. أنا ليه؟ هي طالعة في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيرية اللي هي بتعملها، أنت هتطلعي تعملي إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا كمان هعمل خيرية. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش أبداً يا سي عبدالله. ما عندكش فكرة أنا اتأثرت قد إيه؟ طبعاً أنت عندك حق تزعلي. ما يصحش، بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن حليب يا قشطة. على ميعادنا النهاردة؟ بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني أمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى، يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها دخلها بسرعه بس عشان ننجز. الله يخليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتوا مين بقى؟ انا الماكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي 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 فوزير بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انتي مش فاهمة؟ كارثة، الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص، وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. أوكي. آه واقف قدامي شكله زي ما هو عادي، بنفس العضلات كل حاجة. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. اه كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحله الجايه انا عايز ابقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفه كده نيلي. تمام يا نيلي. اوكي طيب ممكن نقعد. اوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقه دي اللي فيها الاسئله اللي هتسالها لي. انت جايبه لي انا اسئله نيلي؟ اه ميرسي. طيب بما انه جايبه لي الاسئله فانا ممكن استاذن في حاجه في الاسئله دي؟ اتفضل. في سؤال هنا انا عايز ابدا بيه، اللي هو ايه اكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدا بيها بتسخن. لا لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الاسئله.
ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز it's none of your business. فعش بالزبط. حاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على هواء إطلاقا. بالزبط. حاضر يا نالي. تفضلي تفضلي مرسيه ربنا يخليكي. عن إذنك الأسئلة هنا. انتي رايحة فين؟ هقعد ده الكرسي بتاعي أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني أنت بيبي قوي. لا بيبي إيه هو ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم أقعد في أي حتة. طيب تفضلي تفضلي ممكن تزبطني بس؟